دمشق أحيت فعاليات سورية ولبنانية وعربية وروسية ذكرى انتصار المقاومة في جامعة صداقة الشعوب بالعاصمة الروسية موسكو، تخليدا ليوم 25 من أيار، يوم انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية على ما كان يوصف بأسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم. أحيت فعاليات سورية ولبنانية وعربية وروسية هذه الذكرى المجيدة والعزيزة على قلب كل مواطن عربي شريف. وحضر الحفل الجماهيري الذي أقيم في جامعة صداقة الشعوب سفراء سوريا ولبنان وإيران وفلسطين لدى روسيا الاتحادية، وحشد من المواطنين السوريين والعرب وشخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية روسية. المشاركون في الحفل المكرس لذكرى الانتصار والتحرير أكدوا أن سوريا ستنتصر أيضا بإرادة شعبها الأبي وبطولة جيشها الباسل وقائدها المقاوم وبدعم من قوى المقاومة في المنطقة والعالم وبينهم روسيا الاتحادية على جميع أعدائها بمن فيهم دول الاستعمار الجديد والمشيخات الصغيرة والعثمانيون الجدد الذين يواصلون تآمرهم على سوريا. المشاركون في الحفل الجماهيري أشاروا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مني بهزيمة مهينة وبقيت المقاومة شامخة القامة مرفوعة الرأس، وأكد المشاركون أن سوريا مستهدفة اليوم في محاولة يائسة لتدمير واقع انبثاق حق المقاومة ضد غطرسة إسرائيل وحماتها بدعم لا محدود من سوريا الشامخة بشعبها وجيشها ورئيسها المقاوم بشار الأسد. جئنا إلى هنا لأننا تربينا على مبادئ دعم حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال، ونحن نؤيد الشعب السوري والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني، ونحن لسنا عديمي الاكتراث بما يجري في منطقة الشرق الأوسط، ونعرف أين تكمن الحقيقة ومن يقود المعتدين. وأريد القول أننا وإياكم أخوة وأخوات، لأننا نقف معا ضد الغزاة والمحتلين والإرهابيين. ما يجري اليوم في المنطقة لا سيما الهجمة الهمجية التي تعرض لها سوريا العروبة، سوريا المقاومة، لابد لنا أن نكون أكثر جهوزية للتصدي لهذه الهجمة والمؤامرة على سوريا الممانعة، سوريا المقاومة. اجتمع اليوم لنقول للعالم بأسره أن المقاومة ضد الظلم، ضد الاحتلال، ضد من يحتل أرضنا مستمرة وبشكل دائم، ولن نتهاون في ضرب المحتل في يوم ما. بندقية المقاومة فتحت طريق الانتصار في لبنان كما يفتح اليوم شعبنا الأبي وقواتنا المسلحة الباسلة طريق المجد والانتصار على الإرهاب في سوريا. التلفزيون العربي السوري، فهد كمناقش، موسكو. وأمام السفارة القطرية في باريس نظم تجمع المغتربين بمشاركة فرع اتحاد